اخد حريتي؟ براحتك. ماشي يا دكتور. دلوقتي اللي بيحصل حاجة من اتنين، يا اما هيحصل انه تجار كتير قوي مش هيلتزموا بالاسعار، يا اما انه هيحصل زي ما حصل قبل كده من بعضهم دون ان نسمي حضرتك سيد العارفين، طب مش منزل بضاعة السوق خالص وعملها وسحب حاجته وعمل برنس. هقول لحضرتك في هذه الحالة هناك اجراءات قانونية بتتخذ من قبل التجار او المزارعين اللي هم يعني بيحجبوا هذه السلع. وانت عارف العقوبات قد تصل الى 2 مليون غرامة وتصل الى سنتين حبس. انا اتصور ان خلال الفترة القادمة في ظل هذه الاجراءات سيكون هناك عبر كثيرة لمن هم يتاجرون بقوت الشعب. فبالتالي الدولة كشرت عن انيابها في التعامل وتعاطي مع هذه المشكلة. خلي بال حضرتك انت بتتحدث عن سلعة استراتيجية حائزيها يحاولوا يعني التحايل على الدولة، فلا يجب ان الدولة تلتزم الصمت في هذا الامر وتطبق القانون. فبالتالي من سوف نجد لديه ارز غير معلن عنه ومخزنه، فبالتالي هيتم تطبيق عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة. ولو كان المتجر بيبيع أرز خارج السعر الاسترشادي فهيتم غلق هذا المتجر ويتم مصادرة الأرز أو مصادرة السلع اللي هي ليس عليها سعر. فبالتالي أنت النهاردة بتنفذ إجراءات حاسمة وحازمة لضبط السوق. هذه واحدة. الثانية، أنت عندك أدوات أخرى لم تستعملها بعد من قبل الدولة أو من قبل الحكومة، فبالتالي زي مطلحين. إيه؟ لا يعني هناك أدوات زي مثلا أنك أنت تطرح هذه السلع على البورصة المصرية للسلع. صح. هذه واحدة، ودي هتضبط الأسعار. وإحنا أنت عارف دلوقتي يعني أتحنا سعر سلعة القمح على البورصة المصرية للسلع. وتفاكر لو تتذكر لما كنت مع حضرتك وقلنا ان سعر طن الدقيق وصل ل 12 و13 الف جنيه. ايوه. وتدخلت دولة لدى المخابز الافرنجي وضبطت الاسعار وعادت الاسعار الى ما كان عليه الامر بسبب زيادة الكميات الاقماح والدقيق للقطاع الخاص. طيب. فده احد الحلول او احدى الادوات او احدى الاليات اللي هي ممكن ان هي تستخدم. في أدوات وآليات أخرى هيعلن عنها في حينه، ولكن أنا مش عايز يعني ده هيبقى على كل السلع يا دكتور. أغششك إيه اللي ممكن يحصل يعني. حلو. طب ده هيبقى على كل السلع يعني. بعض الحلول وبعض الإطروحات وبعض الأدوات اللي ممكن تتعامل فيها مع السوق في هذه الفترة في سلعة زي الأرز اللي أنت عندك بالفعل فائض فيها يعني 400 ألف طن.